أخا وأخا أهلاً أنا نزيدك دوبل. أنا راكي واخا تعطيني 30 مليون إلا ما كانتش درهم راه أنا ما غاديش نضرب. شو والله شو 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 شنو نعملو؟ هي بغات تعطيك الصدق وأنا نصيفت ماما سعاد للعمرة. ويلي 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 ديريها مليحة يا المرا الزينة، ديريها مليحة. شوف ونجيب ماما سعاد تسكن معانا بالزواج. ها أيوا وأنا نوض نطيب لها في الصباح فويخ ما بغات على الراس والعين. ويلي 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 وصافي كليتوني أنا دوبتوني أنا بابا الصواب على دوبتوني ودوبتوني كليتوني قلبي. دابا الخطاب ما عند ما عند قدام 100 ميدان قدام غسالة صافي. شنو؟ ساليتي معايا ساليتي معايا دوبتيني صافي صافي. شوفي أنا إلا جات القايدة قولي لها في لي كومونتير، إلا طاقاوها وجات قولي لها هذاك راه صاحبي. يلا شكون هي شكون هي؟ واحد القايدة حاكمة حاكمة واحد الجهة حاكمة الفوارات تيم حضيت أي تعدي وعزيز، هي اللي هي كتقول لهم دخلوا في الحجر الصحي راه غادي يجي لهنايا تبارك الله كبيرة. كيشوفوها بنادم كيدخلها كيدخل للدار كيدري إلا طاقاوها وجات قولي لها هذاك راه صاحبي. يلا صافي صافي يلا سير نعملوا لها في القهرة. يلا سير يلا 30 مليون كتخرج شي واحد نتوما فيك واحد النقيم ومراضينا الحداد الحداد ديالي راه عندك واحد النقيم زويونين زويونين يا الخوت واحد النقيم رانا الخوت دابا شي واحد يدخل يدخل معنا الخوت كلشي طاقيها طاقيوها 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 الخوت طاقيوها طاقيوها رحموني طاقيها طاقيها قول صيفطي لها اللايف نبكيو بالضحك الا جات التعصب هاي ويلي شكون غادي نطلعو ويلي 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 هادي هي المنافسة ديال ميني قايدة. ميني قايدة غطلع دروك ميني قايدة تفضل معنا الآن هنا. ويلي 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 شوفي اختك سعيدة اسمعيني قولك وصلتني عليك واحد الخبار ما عجبتنيش اويلي واحد الرابور ما عجبنيش هما كيطاقيوها كلهم كيطاقيوها واحد كتعرفي القايدة وي كنعرفها ديرها كالعينك قالت لك ماشي عينك قايدة اه قالتها لي انا اه سولي الناس انا ما غاديش نهضر قالتها بفمها كنزة انا غادي اسمع غادي تثقي في كنزة تثقي في كنزة كنزة قالت ولا ما قالتهاش شكون كنزة ما شغلكش انا غادي انا كنعرف كنزة الا قالت اه غادي تشوفيها قالت اه ولا قالت لا كذبيني الا قالت اه صافي شكون هي يكون... شكون هي كنزة انا كنعرف القايدة ما كنزة ما كنعرفهاش لا كنزة كنزة واحد البنت الصديقة ديالي هذه الصديقه المقربه فاسية كتعطيني داش كنمشي عندها فاس كتعطيني في اصات دابا شوفي دابا شوفي اه قالتها ها واحد السيموكس باركي قالها كون معاك واضح انا حطها ويك قالت اه قالت اه ما تزيديش معايا هضره اجي نقول لك تحقيق باش غادي نشوف واش دوك عينيك ولا هذا غادي ديري شويه الماء وتحركي بالزربه وتحلي عينيك الا تحرك داك الشيء ماشي عينيك الا ما تحركش عينيك انا ما عندي ما نعطيك غادي انا ما عندي ما نعطيك بس انا ما عندي ما نعطيك وديري هكا شوفوا واش عيني واش تعطيني احنا ما قلناك احنا نو بوس انا ما غاديش ندير شي حاجه نتوما تقولوها لي خاصني نديرها حتى تعطيني شي حاجه وانا ندير لك انا صيفطك واحد 500 ليره ازوت 500 متقال يلا اولا انا 500 متقال بالله ندير متقال انا والله ندير متقال كيخدمي متقال شحال بالدرهم 500 درهم قدام هاد الناس هاد ويلا ديري حركي وزي عينك انت ما تصيفطها ليا صيفطك في ويستر كاش صيفط خرا علاش؟ علاش تصيفط ليا قال لك المهم شنو دابا واش غادي نلعبو ولا غادي نهبط؟ بالله وا بالله ديما دابا حنا ودابا دابا بحال كنت كتهربي من التحدي لا ما غاديش نتهرب من التحدي ولكن ما غاديش ندير التحدي ودابا دابا حنا ما قلنا حنا بغينا نبرقوها وصافي نقولوا لها راه هادو ماشي هادو عينيك كيفاش الناس يتاكدوا دابا الناس راه عندهم واحد السيبس واحد الشك حنا بغيناش يكون عندك الناس داك الشك انا بغيتهم يكون عندهم الشك ديك 200 الف كامله اللي عندي في انستغرام عندهم الشك وانا بغيت نخليهم الشك ديالهم الا كان طبعا الناس ياولي انا الناس ياولي انا على راسي وعيني ما غاديش ندير اي حاجه كيقولوها لا وعادي هاد الحاجه هادي ديريها كاين شويه واش اكدوا واش واش اللي نمشي دوك نمشي غير واش نلعبوا دابا ولا نهبط الا كنتي نلعبوا شكون اللي يشري الضحاوي ورا لي لونتي هاد فوق كنت ها دوك لي لونتي خرا هما قالوا لي لونتي ماشي دياولها اجي قرا لي كومونتير ما على باليش واش غادي تلعب ولا نهبط دابا انا دابا غادي نلعب
وريني بغينا نشوفو واش الا كانوا لي لونتي يقول لي انا عادي ماشي مشكل ماشي لي لونتي ايش نغط واش عم ندير ماشي لي لونتي والله شكون اللي قال لك افطي بقاي ماشي لي لونتي انا بغيت نبقى خليني باقي ماشي لي لونتي الخوت ماشي لي لونتي القايده قالت لي راه لي لونتي هذوك هادشي اللي قالت لي لونتي ما الخايده ولداتني ها بدينا في اسئله يلا بداي سيري على ما تجي نيت وتشوف هادشي هذا سيري يلا خوت فسيري يلا لايف القايده طقي وانايا سيري يلا ما علينا لا كتخافوا من القايده شكون كيخاف منها؟ فريمون انا شفت انستغرام ديالها اليوم ودرت ليها فولو عجبتني مي باش يسرى كيما هذا الشيء وتدور الهضره بزاف وصافي ما عجبنيش الحال. المهم السؤال اين هضره اين هضره دارت؟ ما عرفتش انا تصدمت دابا كي دخلت كاع الناس بقاو قايده قايده نسرين قايده قايده نسرين قبيله كنت في اللايف مع اخوك مع سيمو ويقول لي قال لي جاوني خبر باللي كتغيري من القايده وانا القايده يلا عرفتها هي البارح ودرت لها فولو. اه يعني ما كتعرفيهاش؟ ما كنعرفهاش البارح ودرت لها فولو ولا اليوم درت لها فولو اليوم. اه مهم ما علينا كملي دابا في الاسئله يلا سير ديري انتي واش تتزوجها عمية ولا ماشي طفله تزوج عمية يعني ماشي بحال خوك انا بقى نقيديها باش ما عندهاش تقدر ني هناتني من اللي عليها تبقى تشوفني في الدراري تستخدم على الصباني انا هذا داك الشيء ديال كذا جنة منه تقول كيقولوا لك عينيها هذوك كذابه والله ما عينيها هيك تطلع اربطي السلوكيه ما فهمتش انا والله ما فهمت حيروني بعد عينك ماشي عينك انا عرفتي بحالي دابا تبغي والله تخليهم يهضروا انا ما على باليش تا وحده نورمالمون ما غاديش تبقى دير لي لونتي طولوس دياس نورمالمون وحده ماشي غادي دير لي لونتي من صغرها ها المعقول قربي قربي الكاميرا شوفي قربي الكاميرا انا عندي واحد التحقيق راه كنت خدام واحد الشركه ديال البيض شكرا كنخدم واحد الشركه ديال البيض 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 شنو المقربي قربي انا انت شوفي عيني ديري لي لونتي قهويين انا واش بدينا بركه من الهضره بزاف اي قربي شوفي عينيك قربي شوفي عينيك اه شوف انت ما دابا الفتق نجي عندك الفتق شنو الفتق الفتق في العينين عندك بحال الجلاله بحال نو عندي هذه واحد الحاجه خرج لي كيما هكا بحال شعيره خرج لي هنا كيما هنا شو خرج لك شعيره شعيره تحت العين اه عرفتها ديك الصيبانه الصيبانه دونك خاصني نشد شعيره وشعيره 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 وحجره الوسط اه باش تحيد ياك وخاصني نحطهم في الزنقه واحد يجي يضربهم برجله دونك ان فوا واحد يجي يضربهم في رجله تروح لي الشعيره من العين يتحيد لك هذيك اه هادشي اللي قال والله العظيم ماشي كيقولوا الناس من زمان دوك انا ما عنديش السعير هنا الشعير ايوا عيطوني انا نضربك كتهرب كتخرى صاب لي ما تخليوني نبقى نخسر هنايا في الهضره اللي يرحم بوكم راني مزيانه معاكم كاملين صاي بلا هضره بزاف صاب غير والله كنتعصب ملي كينيرفيوني مالو شو قالوا واش انت كتشوف لي كومونتير انا والله ما على بالي هي والله بس كاد هاد لي كومونتير اللي كيكتبوه هما هنايا كنسمعهم انا في النهار 50 مره راه ماشي عينيك 50000 مره كنسمع كيقول لك ماشي عينيك كاع لي فيديو وما على باليش مي باش تجي وديروا هاد الطايسه هذه كامله علاه واش عينيك ولا ماشي عينيك يلا سول اخر هضره عينيك ولا ماشي عينيك وعينيا واش غادي تجي تحيد لي من فمي الله يلعبوا خدنا نلعبهم جوا عصبت انا راني تعصبت عصبت انا كويس اللي فتني ديك الطاقيه تاعك تحيدي الدلور ديال الراس تبدا اسئله وليد ما نفكش ما نفكش هذا رنا راسنا وغادي نباتوا بلا نعاس هذه الليله هذه ما فتش بغيتي عندي دابا انا ما فهمتش ديري هكا ما اللي بغيت والله حتى داكشي اللي بغيت يا كريم ارحم بابك ديري هكا نشوف ارحم وليد اياك والله ماشي شغلي وانا داك واحد السؤال ما جبتيش ديري التحدي
عليا وعليك مزيانه. اي تحدي قلتو كديري؟ وي وانا اي تحدي ديري انا نقول نديرو ياك. شوفي ها اي تحدي. اي تحدي انا اي تحدي. يلا روحي بداي خذ ان شاء الله نقدروا نحلوها في سؤال وتورينا هادشي هذا. المهم ماني نطرك نو الا الا وحلتي نفسي سؤال والله تنديرها. مي باش تجي وتقول لي كيما ديك الهضره ونديرها ما نديرهاش. ما طيب شي سؤال وقول لي ديرها وندير. انت عندك البرانسيب ديالك عندك كتشرطي عندك الحريه. يلا بداي تلخي وري لي سؤال. انا سولتك دابا انت تي توكاتي دي توكاتي يعني توكاتك انت. مهم علينا واش عمر شي واحد جا عندك قال لك يلا معايا فين؟ قال لك اجي واضرب شويه صاحبي. كضحك سيري كملي. ربي مولاي قلبي يسكت. ربي امك هذه شحال كنسمعها في النهار تاعي يعني. انا توف تاعي برك ماك نو عمر شي حد قال لي يلاهي معايا بركي ما عنديش بنت هاد السير هكداك. شو ما عندكش؟ ما عنديش بنت هاد السير هكداك. ما عنديش اضري بالعربيه درجي وراه كندرج. ما عنديش هذاك ما كنبانش هكداك. شو كيفاش هكداك يعني ماما ماما والسيما وضرب شويه عباد. اتو 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 ماما دير واحد السؤال اللي يرحم والديك هنا كاين 14 15 الف واحد راه يسقسي فيا. اجي عيط لها عيط لها عيط لها عيط لها خالتي ما قصدي الباب واجي لها يرحم والديك. ما تقولي والو ما تقولي والو خالتي. نعم نسولها هنايا واش واش نسرين كيقولوا لها ناس واش عينيها هذوك واش بصح عينيها. وا ولدي عينيها صافي يا خالتي امين نبي حتى وحده خذني عاود دير عينيها هكاك. اه هي بوحده اللي عندها اللون ديال عينيها هكاك في الدار. سبحان الله صافي. ولكن كاينه واحد وحده من العائله بحالها. سبحان الله اللهم لك الحمد سبحان ربي حمدي سبحان الله ربي العظيم. لا كليت انا الا اي دير شي سكرين دير شي سكرين سيري يلا رجلي اضرب شوية في مودار سير. ها المعقول جات 16000. يلا سوليني دابا انتيا. المهم برطيطس برطيطس ما هي طيحني ولا تنديرها طيحني. يلا سيري سيري دابا سوليني الخوت اعطونا شي اسئله انتوما كتبوا. تبارك الله تبارك الله تبارك الله الخوت 16000 معنا انا في اللايف. ايه يا الخوت سير وينا. اوكي يلا ايه سيري واش عمر واش عمر واش عمر كنت اواليد تخرجتي بشي بنت في الزنقه وقع معاك واحد القمعه خايبه ورجعتيها ليها طرات لي نو ولكن رجعتيها ليها. رجعتها ليها قمعاتني ودازت ليام وتشرت شويه حيت وقتها هي قالت لي سير البروش كذا هادي هي كانت كبيره عليا كبيره عليا كانت كبيره. واش داك اللي كبر اصاحبي شوف هي اللي قدك ولا الله انا راسي ميقز انا راسي ما كتخليش نقز القصيرات صافي خفتها قالت لي سير البروش دازت ليام كذا وهي دوز ومدات يديها وانا خليها معلقه خليتها بلاكا الزنقه هادشي فين في الدار راه في الزنقه اخ لا يكون في شي مطعم ولا شي حاجه. المهم علينا نسولك واش عمرك تحتي في شي موقف محرج ديال بصح اللي خلاك تبكي شق الارض وتبلعك توري اول حاجه انا ما كنطيحش في مواقف حرجه برك ما كتهمني حتى شي حاجه. ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش والله العظيم ما عمرتي طحت شي مواقف حرجه حيت ما كنديتش على شي. راه بنادم هذا ماشي موقف حرج زعما طرالك شي بلان خلاك تندمي ندمتي طلع واش طرا ليا حتى مواقف حرجه عمر وقع ليا. مي بلان وقع ليا وي كيوقع ليا بلانات خايبه مي باش نبكي فيهم. قولي لنا هذا البلان ما هو البلان. اه ولكن خاصك تجيبوا لي سؤال اخر. سيروا لي واش وليد مصاحب دابا؟ دابا ما مصاحبش. انت واش عندك شي علاقه دابا؟ وي مصاحبه نو مجوجه شنو؟
صح دابا ومجوجة ويلي حفي بالله. لا والله ما نحفش بالله، ما نحفش من الخطوبة. حفي بالله إلا مخطوبة والله العظيم. حنا قاسينا قاقلي ومعك الزيت مقبيلة وشكلك شادين كان هضروا قيب 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 وقلس انت وحمق معها راسك وضر معها قول هذا السيدة مخطوبة راه راكب الخاتم وانت بقى تهضر ايوا اش كتعاودي ايوا ولبس جاكيطة ولبس مضادر وزيان وشري ريحة غالية دابا الريحة غالية شمها من هنايا في الاخر تقول لها راه تقول لك تخسر لينا وحدة ما مزوجاش مخطوبة واه يتزوج يكون عندك الدراري انا من عندي عندي ما نحرق زعما راه قلتي لي مخطوبة زعما راه غادي نقص فيا شي حاجة وليد زعما ديك لا ما مزوجاش مخطوبة ايوا راه كي ما كنحس براسي مجوجة مخطوبة السيدة السيدة نسرين تبارك الله عليك سيري على الله سولي او كنسولك واحد السؤال فغيمون محيرني غنتعشاو سير على الله سو اخي سوري اخر سؤال نشوف نتعشاو شوي سيري اوكي جاوبك عليه شحال من بنت كتعنب عليها في النهار جوج في النهار جوج وفين مشيتي هاي الكاميرا ضاعت جوج جوج في النهار ما كتفوتش جوج لا ما كنفوتش ما كيقدكش يعني العقل ما كيعطيكش اكثر من جوج لا ما تعطينيش اكثر من جوج صافي جوج كنهضر معاهم ماشي كنتعنبي شي هضره صافي عاديه وصافي واحد بلاص صافي اسمعي نمشي ناكل وغادي نرجع الخوت كنبغيكم نقصي شويه وغادي نرجع لكم نسرين يا باي بما مشيت سحرت بونوي صافي حبطات صافي الخوت المهم تسحروا غادي نعاودوا نرجع لكم يلا بغيتكم كاملين تجيو شكحال هضره هذه